زانيتا هي السبب. راجيف أنت السبب. سوارا هي السبب. كومار أنت السبب. أنا السبب. ها؟ 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 بعد بقت علي حتى أنا. ها؟ يلا احكي بس تخلص الموسيقى اول وقت بعدين احكي. راح احكي واقول من هو السبب. من هو السبب؟ مو قبل شويه قلت انت السبب. هاي صدق من شتواقف هناك قلت انا السبب. صح 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 بس راح اقول ليش سويت هالشكل. ليش؟ 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 بس خذك فرع على وجوه الجماعة وبعدين نقول. افهم عواد، يلا خلينا نروح يلا. لا لأن كنت عطشان. يعني أنت شربت البيبسي مالتي؟ البنية من وقعت أنت كنت قاعد هنا ما أدري شلون لزمتها؟ هو غير مسلسل هندي يا عين. صحيح ولكني سأقول شيئا. أنا شربت سفن ما شربت البيبسي، وفي الحلقة القادمة سأقول لكم من شرب البيبسي.